السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ هانيين. جيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الدجاج اللي غزاله وسريعه في التحضير وسريعه في الطياب، وكتجي بنينه البنات، كتجي غزاله. غادي نعطيكم المقادير البنات، راهم ساهلين وكيتواجدوا في كل دار، يعني كنقدروا نديروا غديوه ولا عشيوه ولا علاش لا فاش يجوا عندنا الضياف، لان كيجي زوين هذا الدجاج. صدقوني البنات كيجي غزال. البنات عندي هنا ركيبات ديال الدجاج، انا عندي 10 تركيبات ديال الدجاج اللي غسلتهم ديجا وكل شيء. هنا عندي معلقه ديال الكمون، عندي هنا معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه ديال القزبر حبوب، وهنا عندي جوج دروز ديال الثومه اللي حكيتهم، هنا عندي الملحه حسب الذوق، وهنا عندي معلقه ديال الزيت البلديه. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نوجد هذا الدجاج. غادي ناخذوا اناء، غادي نديروا فيه هذوك العطريه كلها، الملح ردوا بالكم منها لان ما كنمرقوهش هاد الدجاج البنات، كيطيب غير فهاد الزويته البلديه اللي انا درت معلقه ديال الزيت البلديه. ردوا بالكم من الملحه. بالنسبه للبنات الخرقوم البلدي اللي بغى يعوضوا بالتحميره يقدر يعوضوا بالتحميره، انا كنفضل الخرقوم البلدي كيكون صحي اكثر. صافي البنات، ودابا غادي نشرمل هاد الركيبات ديال الدجاج. انتما كما كتشوفوا معايا هذيك الشرموله اللي وجدت حكيت بها هادو الركيبات ديال الدجاج. غادي نجيب الكوكوت اللي غادي يطيب فيها، غادي نديرو البنات كما قلت لكم درت فيه معلقه ديال الزيت، ما غاديش نزيد لانه هو كيطلق ليدان ديالو، وهذيك المعلقه ديال الزيت مازال غادي تزيد تطلق لينا في الكوكوت. غادي نسد عليه وغادي نديرو على بوطه مهيله مهيله كالشمعه البنات، ديروا البوطه عليه يطيب وخليه يطيب، ومره مره حركوا الكوكوت بحال هكا بهذه الطريقه هذه، حركوها وخليوها صافي. وغادي تخليوها طيب نص ساعه، 25 دقيقه حتى 30 دقيقه ديال الطياب. كما قلت لكم مره مره حركوا عليها الكوكوت بحال هكا، حركوها بهذه الطريقه هذه، ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات، ها هو الدجاج طاب معايا كما قلت لكم، خليته نص ساعه. هنا حضرت البنات شويه ديال الزبده اللي دايبه عندي، ودرت فيها شويه ديال الهريسه كتبقى اختياريه، وشويه ديال لاموطارد، وغادي ندوز هكا بالشيته، وغادي ندخلو الفران يتحمر. الا بغيتو تخليوه هكاك خليوه، ولا بغيتو ديروه في الفران يتحمر ديروه كيف ما بغيتو، لكم الاختيار. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج البنات اللي وجدت معكم. شوفوا كيجي محمر، كيجي غزال شهوه منه. صدقوني يا البنات هذه الوصفه رائعه رائعه بزاف. كما شفتوني درتو في الفران، حمرتو واحد شويه، واللي مبغاش يديرو في الفران لكم الاختيار. رافقتوها البنات هنا مع الشامبينيون اللي صوطيتو بشويه تاع البيرسيل المعدنوس، وشويه القزبر والثومه، وشويه البزار. هنا درت عاوتاني اللوبيا الخضراء حتى هي صوطيتها، وهذه البنات البطاطا الحلوه اللي درتها في الفران شرملتها واحد النهار ان شاء الله نشاركها معكم. هنا درت فيه لي كاروت، خيزو حتى هو صوطيتو مشرمل،
وهنا درت طوماط سوغيز اللي حتى هي صوطيتها شي شويه، وهادشي اللي كاين البنات. وشوفوا هذا لاصوص ديال الدجاج كيما شفتوا معايا، ما درتش فيه قطره ديال الماء، غير هو طلق هذاك الليدام ديالو، هذاك لاصوص ديال العطريه، وكل شيء كيجي رائع البنات، رائع الصراحه. انا من عشاق هذا الطبق هذا. شوفوا كي كتجي معايا لاصوص، كتجي عاقده وكتجي غزاله. صفيتها البنات لان راكم عارفين اش كنطيبوا الدجاج، كاينين الجلود اللي كيتحيدوا من الدجاج. صفيت لاصوص ودرتها هكاك في امبول، وهذا الشيء اللي كاين. وكنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، ولا عجبتكم البنات ما تنساونيش على التعاليق ديالكم، بارطاجيو هذه الوصفه دي. كنشكركم وكنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.